السلام عليكم، شو معكم هادي اخو ماتشان في مقطع جديد. طبعا اليوم طلع قبل لا ابدا المقطع لا تسكم الخطر وتضغط اللايك والاشتراك وفعل الجرس وكمل المقطع. اليوم مقطعنا عن كلاش كلاس، لان حبيت السنسلة وكنت ما حبيتهم ماضي. اليوم حنسوي هجمات عن الهوغ رايدر بس عن الهوغ رايدر، لان اذا سوى الفايكير ما يصير، ما عندي مساحة كافية، بس 18 اسوي بيهم. فاليوم عن الهوغ رايدر مجهز كل شيء وسوي الكسيرات وثاني. حنجمنا 3 هجمات، اذا قدرت 4، بس على الاغلبية 3. خلنا نبدأ باول هجمة. يلا 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 يلا. ضعيف جدا. يلا 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 يلا. أضعف. يلا 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 يلا. قوي كل يا جماعة ما أعرف أجبت، لذلك عندي دهم فيكا وموتين هذا السن. ترى ما أعرف أهجم لحد هسه، فذلك لا حد ينوني. أوكي يلا حبدي أهجم على هذا، إن شاء الله تقول أقدر. يلا 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 هجموا هجموا هجموا، قدرونا تقدرونا. يلا 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 يلا. شنو لك؟ حيطيرون حيطيرون. دب هذا هنا، دب هذا هنا، صمتونا. يلا نقدر لهم. يلا خلينا ندبنهم. هذا دعم ما ادري اصلا ليه ذبيته، بس الله ندب. يلا وين يروحون؟ يرجعوا لي هناك. هرب خوالتكم الشقر. ذب هنا. عبقر عبقر يا جماعة. شقونا شق. وين راح البيك؟ شو البيك وين راح؟ خلينا نذب هنا. هذا السمع أقل شوي يطلع مفعول. عشان هذا السمع ما يسوي لي شيء. هاي يلا سوي سوي. أتخيلوا من الهجمة الأولى نربح. اوكي ما بقى بس البيك. يلا يا بيك، تقدر تجيب لي نجمة؟ نجمة واحدة ثانية مو خوي. صدق انا الملك، ليش ما ذب؟ خله ذب هنا. يلا 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 يلا. اوكي يلا نجمة واحدة بس، فلشوا شي واحد، فلش شي واحد بروح ابوك، بس شي واحد. ياس نجمة، هذا انجاز، هذا انجاز من اول هجمة، انجاز انجاز هذا يا جماعة. اوكي يلا زين، خلي اخذ له شوية كسير ذهب من هنا. انا ما حقدر اجي بالقرية الثانية لان مو ثكنة العسكر او المكان اللي طلع منه الجنود هسه قاعد التطوير، وما اقدر اطلع جنود. لذلك مصيبة. يلا 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 يلا. بس يا جماعة هنا وصلنا الحلقة السلام عليكم. لا لا بعد بقت هجمتين او 3، نشوف على حسب على حسب. اوكي حصلنا نجمة بيها خير. وش يعني هدفنا بهاي الحلقة؟ ان 3 نجوم قريج نسحقها 3 نجوم. سارجع لكم ورا ما اجهز. بعد دقيقة هوا موتين ارتفاعنا. اوكي ان شاء الله موتين بهاي الحلقة. موتين بعد عندنا انجاز، كنا نعبر هذا الدرع نصير ذهب 2. هون اليوم مو واصل اصلا. يلا يلا يلا. انا واصل للبنفسجي. اوكي يا جماعه كمل الجنود والكسير وارجع لكم. بيرك باك. ورجعنا لكم يا شباب، بس اهم ما يكمل ذيك بعد 6 دقائق ويكمل كليه، لان مسوي تسريع لهن. خلينا نهجم هجمه واحده هنا، ما اقدر اهجم بس هجمه واحده لان ما اقدر بالماسك، ما اقدر اطلع جنود. فلذلك حنجم هجمة واحدة شوي نضيع بيها وقت. يلا البحث لون البحث. يلا 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 يلا
إلى حد ما حقدر له، والله مو إلى حد ما حقدر له أصلا. خلينا نجيب هنا البوم بوم، ما يحتاج بوم بوم كله، بس راتشر راتشر أر أر راتشر، نلقط نلقط بالبدول ونذب كل هنا أنا يوم يومنا استنطونا. يلا 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 فزنا فزنا يا جماعة، مبروك علينا الفوز، مبروك. شاهد خلينا نشوف، تخيل انا افوز، تخيل بس تخيل. اوكي يا جماعة منها خسران، مع السلامة. لا والله لو ما يفلش ولا شيء يمكن يصير تعادل. لا خسرت، يلا خسرت. خصم يهاجم، شحد ما ادري الخصم يهاجم شاش قاعد يسوي. فزنا، لا بدي اتعلم شوية بالقهر الثانية. هذا عادي اللي يقولون مكتوب عليه كلمة الله مدري شنو، لحد ما واضح. خلنا نشوف الجيوش ما كملت، جيوش هلا هلا جيوش كملت، بس الكسير كمل. ما طبيت انا على الحرب، خلنا نشوف الكسير. الكسير اثنين وبقى 3 دقائق، فارجع لكم بعد 3 دقائق. 1 2 3 بدينا. اوكي ضعيف جدا جدا جدا. اوف هذا عنده هدايا، هذا من الكريسماس ما طاب ولا لا، ما عجب عليك ضعيف فين هاي، حتى المتابع ما يرضى على هاي فضيحة. هودي هذا قوي 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 قوي. اوكي يا جماعة هذا همتين بموارد وهمتين ضعيف، فلذلك انا هاجم على وجهي واحد. اوكي يا جماعة حنهجم مين والله ما فرق بالنسبة لي، حاجم من هجة احسن لي. فشيل يا مدير، يلا 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 يلا. خلينا نذهب الملك خسرانين. هنا انا غبي ما اعرف استعمل كل صراحة. ساعات تقول نحصل 3 نجوم، الدبهيج عمي بديت اتعلم. هذول هنا حينتحرون، والله انا مطي الدنيا هنا. ايش قاعد خرب منه بالغلط. يا رب نحصل 3 نجوم ونحصل كل هاي الموارد، ترى موارد خيالية بكل صراحة. ايه قول خلصنا كل الدفاعات، ياس. الاكسير الاخير ما اعرف شو اسوي بيه، شو اسوي بيه، بقي احتياط عادي. اخيرا 3 نجوم، انجز الانجاز. بس بعد حسوي لكم هجمة اخيرة. يلا 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 يلا. ما ادري ايش تخبلت، بس يلا الموارد الشهي لازم نحاكيه. والله تدروش يا جماعة ما استاهل 40 هاج رايدر، استاهل هيك 25 20. انا بغلط سويت هالشي، كان خطأ فاتح. كحصلنا موارد سمسمية فستقية شوكولاتية زنبلاطية، اما حصلنا صندوق موارد حسنا. يلا فلوس حصلنا خير من الله. شوف هاي كاري، وات ذا فاي كاري. اوكي يلا يا جماعة الهجمة الأخيرة حتصير بالواكاري عادي. يلا عادي 12 ثانية تكملوها، بقت لها 2 دقيقة، فارجع لكم بعد 2 دقيقة. ورجع لكم، يلا خلينا نهجم اخر هجمة، اخير هجمة. خلي سوي يطلع له واحد قبل 11 وقلي سبرايز مضيف اكر. موارد ما بي
لا كم مارد بيه شوية بي ما كان ضعيف هاجم على هذا خسرت فزت بعد الله أعلم هاجم عليه وأنا أعرف إن بهالهجمة حخسر بس لا ما هاجم له هاجم بس ما هاجم شلون ما أدري يلا 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 هذا هموتن بمورد وهموتن ضعيف يهجم 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 يا مدير هنيجي منها يلا 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 لا صمت ما يطن نطن كان سوي هيك يا جماعة شنو هاي انت بالفايكيرا فايكيرا 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 انت بهذا هنا الملك ما دوصل ليه دبيت دب هنا دب هنا يا معود ترى احنا قلنا ضعيفين ما قلنا قوي شنو السالفة كير فايكيرا متولين امورهم هناك ما شو انا صرت مطي كبرنا الملك ما ادري ليش بس على الاقل حنحصل المواد رغم انا ما حصلت ولا مواد لان انا مطي لا اعترف لكم بعد لا والله حصلنا مواد حصلنا مواد بيها خير وبركة اوكي هنا فكرة الملك اوكي خلينا نكمل 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 يس نجمة ثانية حلو 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 لا عاد خلينا نحصل 3 نجوم والله يا جماعة احتمال احتمال نحصل 3 نجوم احتمال بسيط بس مجبور بسيط لا والله لو حنموت ما حنحصل اتوقع عشان سبع مستحيلات ان نحصل لا والله مو سبع مستحيلات والله احتمال نقدر وين رايحين اسمع متفشون منك حلو حلقوني شعري يلا 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 حلو حلو ايش كنا والله انا موت ما حصل انا بقعد هواي اشياء يعني نجمتين ومدري قد عادي تكفي يلا 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 مدري ايش بيه يلا يلا شنو السالفة يلا يلا اوكي والله سعنا تمشي الله اوكي هو هذا المقطع حنزل لكم بعد 16 وبس يا شباب هنا وصلنا الحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل الجرس ومع السلامة.